مدني فهمت ليش عاد تلبس عسكري؟ ما عندي غير لباس عسكري. شلون ما عندك لباس غير لباس العسكري؟ كنت مصاب صار لي سنتين بالفراش وهذا اللباس اللي عندي وعندي. ليش عاد تحجم على العالم بالسلاح قدامه وتاخذ امر القوة؟ صار سوء تفاهم. سوء تفاهم؟ غلط علي سوء تفاهم. هذا شوه صورة الجيش الوطني كامل. سمعت ولا ما سمعت؟ شلون؟ خليك عبرة لكل واحد يلبس اللباس العسكري يعرف ايش معناته اللباس العسكري اللي مثل ثورة عمره 10 سنين. تمام؟ تمام. خذوه.